صار لي شي 12 سنه بشتغل بهالمجال. رأسي لا يعتمد على نوع من الرأس معين، لا بريك ولا هيب هوب ولا بوبينج، انا كلهم مجتمعين، وفي شيء اسمه افكت كوميدي له علاقه بالتمثيل، ضحكه ظريفه، هيك شيء. هو شيء غريب، بس انا الغريب هذا حاولت طوره وطور ادواته وطور كل شيء بعرفه لحتى سويته بيتقبل المجتمع وبلور صار فن لحاله. انا واخي نرقص شيء له علاقه بمايكل جاكسون او شيء من هالنوع. انا واخي عندنا فرقه ادونيا لفنون الاداء، يعني اخي هو طراني، هو سواني كثير، ساعدني. هاي هواية ودراسة رح تكون عندي، رح تكون موهبة ورح تكون أكلي وشربي ونومي وكل حياتي. 5, 6, 7, 8. أنا اشتغلت وتعبت وما بعرف اللي الله بيقدمه في الخير. سبيجليك خضر. هاي، تعرفنا على اسمك لو سمحت، من وين؟ أنا اسمي ماهر الشيخ من سوريا، عمري 19، بدرس حقوق سنة ثانية وعضو بفرقة أدونيا لفنون الأداء. طيب شو يا ماهر، شو جاي تسمعنا وتورينا؟ أنا دانس. شو نوع الدانس اللي تبي تسمعه؟ يعني بريك، بوبينج، كوميدي، دانس إفكت. تفضل. اي حد يسال علي انا قاعد على القهوه برا. برافو. شخصيه كرتونيه. جميل. جميل 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 يا ماهر، جميل جميل كثير. هاي كلك على بعضك كذا، كلك على بعضك والله. انت اللي هاي، شكرا كثير. وبعدين يعني شعراتك، اخ لوعد شعراتك. حبيبي يا ماهر، لفت نظري بطريقه هائله، كل شيء قاعد تستغله، تفصيل، حركه، ايقاع، فكره، رائع رائع يا ماهر، جميل. نجوى، فت حدا علينا، قلت شو هيدا نعسان، لقيت ما في شي فيك مش عم يتحرك، مش معقول شو انك مهضوم. بتعرف شو؟ كثير حبيتك. علي. ماهر، يمكن هذا من أحلى شو شفته اليوم. برافو عليك، كلك حياة
عم تأدي حركاتك بشكل مضبوط جدا ومدروس جدا. برافو عليك، انت من الناس اللي ممكن يوصلوا للنهائيات. انتبه على حالك وعطي حالك فرصة. تقييمك لجوة. أول مرة بحس بدي أبكي بنجاح بردة فعل. أكيد نعم. أكيد 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 نعم. ثلاثة نعم وتستاهل يا مان. عفويته وصدق مشاعره ماهر كسب قلوب الكل، وعلى مسرح Arabs Got Talent رح تكون الليلة نقطة تحول مهمة بحياتهم.